دلوقتي تعالوا نتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان نتابع اهم المباريات اللي هتتلعب في اطار الدور الثامن من بطوله كاس العرب للانديه. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيبدأ بعض موظفي المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين أول أيام العمل من المنزل بنظام الأونلاين. يستمر العمل من المنزل للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة مشكلة الكهرباء. النهاردة هيتم تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة، وده في إطار انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات. وأكدت وزارة التربية والتعليم على كل طلاب الثانوية العامة أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة اللي بيتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، ولا يجوز أن يطلع عليه غير الطالب نفسه. النهارده هتبدأ وزارة الإسكان ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاقتصادي إجراءات حجز شقق مشروع نزهة الأندلس في مدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الثالث، وبتتم إجراءات الحجز بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، ويتم الحجز والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني. وأكد حساب تمويل الإسكان الاقتصادي إن عدد الشقق اللي هيتم طرحها بيصل ل 380 شقة، وبيستمر التقديم حتى يوم 22/8/2023. النهاردة العشاء الكرة العربية موعدهم مع مباراتين في إطار دور الثمانية لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال. يلتقي الرجاء المغربي مع النصر في تمام الساعة السادسة، وفي تمام التاسعة ليلاً بيلتقي الشباب السعودي مع الوحدة الإماراتي.